وقبل ما ننتقل للتجربة العملية، في إشكالية برضو ساعدت على عدم الفهم الكامل لحقيقة إنارة القمر. دي لقطة للقمر اتخذت بالنهار، فكل اللي احنا شايفينه من القمر الجزء المنور والباقي أزرق زي زرقان النهار اللي بنشوفه. فده أوحى لبعض الناس يقولوا إن القمر لسه بيتولد، هو الجزء ده، وجزء بقية القمر مش موجود. يعني فكرهم هداهم لأن هما يقولوا إن بقية القمر مش موجود، ده هو بينمو لحد ليلة 14 ويرجع يتقلص تاني، وده مش صحيح. بسبب ايه؟ بسبب عدم فهم لطبيعة السماء وإنارة الشمس للأرض. هو ايه اللي منور فوق مننا؟ الإنارة دي مستمرة إلى ما لا نهاية صعودا، ولا لحد طبقة معينة آخرها حوالي 120-130 كيلومتر مكان ما الصواريخ صدت في سقف السماء؟ ده آخر الإنارة. طب بعد كده إيه؟ مظلم زي ما احنا شايفين هنا، إن السماء سودة تحت منها الأرض منورة. فده ما يسمى، اللي بيسموه الغلاف الجوي، اللي هو ربنا سماه جو السماء. فجو السماء هو اللي منور، الشمس ما بتنورش غير جو السماء، إنما السماء نفسها لا تنير. ذرات السماء نفسها ربنا جاعل فيها عدم الإنارة، مخليها أسود سواد حالك، على الرغم إن الشمس ضاربة. يعني القمر وهو منور بالليل كده بتبقى نور الشمس وصلاله. طب ليه الليل مش منور؟ لأن ربنا أغطش ليلها. تعالوا نشوف معنى أغطش في المعاجم. الغطش في العين شبه العمش، غطش غطشا وأغطاشا وأغطاش، والغطش الضعف في البصر كما ينظر ببعض بصره، ويقال هو الذي لا يفتح عينيه في الشمس. قال رؤيا أريهم بالنظر التغطيش، ظلمة الليل واختلاط ليل أغطش، وقد أغطش الليل، وأغطش أغطشه الله أي أظلمه، وغطش الليل فهو غاطش أي مظلم. يعني جعل ليل السماء حالي، هتشوف بقية قرص القمر زي بقية السماء. يعني زي ما قلنا دي لقطة بالنهار، فهي متاخدة باللون الأزرق. طب هو النهار ده مستمر لغاية فوق؟ لا، زي ما قلنا ده مستمر لحد آخره 120-130 كيلو. طب وبعد كده ظلام دامس. فبالتالي الجزء اللي مش منور هتشوفه بطبيعة بقية السماء او بقية جو السماء اللي انت شايفه. يعني على الرغم ان السماء مظلمة فوق النهار، ومع ذلك احنا بالنهار ما بنشوفش اي ظلمة. ليه؟ لان اللي بيكسي فوق مننا النهار، الشمس بتضرب فبتنور جو السماء. ليه؟ لان ذرات الجو بتساعدنا على ان احنا نشوف فيها. ذرات الجو بتنور لما اي شيء منير يسقط عليه، واكبر شيء منير طبعا هو الشمس. فبالتالي مش هنقدر نشوف بقية القمر، ولكن بقية القمر موجود، ما نقدرش نقول ده هو بينمو ويتقلص. ده كلام مش صحيح خالص، وده عمل اشكاليات كبيرة جدا، وخلانا نشطح يمين ونشطح شمال. فيبقى أغطش ليلها أي جعل ليلها مظلم لا يضيء، زي ما احنا شايفين كده الشمس في نص السماء ومع ذلك مش منوراها، إنما منورة الأرض. طب وأخرج ضحاها، هي السماء زي ما ليها ليل ليها نهار، ضحاها يعني علامة على النهار. السماء ليها ليل ونهار، والأرض ليها
ليل والنهار. ليل السماء مغطش وضحى السماء أخرج ضحاها، يعني ما بقاش فيها ضحى ولكن صفة الضحى موجودة في السماء، يعني الليل والنهار موجود وبيلف على السماء بدورانه على الأرض مع الشمس ولكن لا يضيء، يعني النهار فيها لا يضيء زي ما النهار في الأرض بيضيء في جو السماء. ليه؟ لأن الكلام كله كان عن السماء، ودي الآيات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. فلحد هنا كان الكلام عن السماء، ليلها وضحاها، مجابش سيرة عن الأرض إلا بعد كده، والأرض بعد ذلك دحاها. فيبقى إذن أغطش ليلها، ليل مين؟ ليل السماء. وضحى مين؟ وأخرج ضحاها، ضحى مين؟ ضحى السماء. يبقى إذن ليل السماء لا ينير، ذراته لا تنير، وضحى السماء ربنا أخرجه منها. صحيح الضحى موجود ولكن فعله غير موجود في السماء ولكن موجود على الأرض. وأيضا قول الله عز وجل: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وربنا بيدينا تصور عن السماء عمرنا ما هنعرفه إلا إذا وصلنا للسماء، وهو إذا فتح لنا باب للسماء فطلعنا فيه لهنلاقي عيوننا سكرت. سكرت يعني أغلقت، مفتحينها لكن مش شايفين يعني هو في إيه، وعننا أصابها سحر ولا إيه اللي حصل، مفتحين ومع ذلك مش شايفين حاجة. الله أعلم بقى، هل ممكن اللي جوه السماء يشوف الشمس يشوف القمر؟ الله أعلم. يعني ده مجسم للقمر أنا عملته من الجبس، وعشان أنحته بالشكل ده أنا خدت فيه أيام لحد ما قدرت أوصل بفضل الله لدرجة انحناء القمر. فالمجسم ده هوري لحضراتكم دلوقتي كيفية إضاءة الشمس للقمر بشكل عملي. فهنجيب الإضاءة اللي هي يعتبر الشمس اهو كشاف. في بداية الشهر هيبقى الشمس ورا القمر كده، بس هي غالبا ما بتبقاش وراه إلا في وقت ما يبقى فيه كسوف، فهي بتبقى على نفس خط الطول يا فوق يا تحت، فبتبتدي عشان هي أسرع منه بتبتدي تسبقه هكذا، فتبتدي تنور حرفه، فالشمس تلف لليمة التانية هكذا، ان القمر على طول وجهه لينا كده. فحركتهم الشمس هتبقى وراه كده، بتبتدي تبعد عنه، لكن هي هينطبق عليها نفس اللي هينطبق علينا بالظبط. كل ما بتبعد عننا كل ما بتبعد عننا ايه اللي بيحصل؟ بنلاقي القرص باصص لنا، كذلك برضو القرص قرص الشمس هيبقى باصص للقمر، الشمس هتضرب نورها عليه. ليه؟ لان في كمان زي ما بيننا وما بين الاجرام دي ميه، في ما بين القمر وما بين الشمس ميه، لان الشمس عايمه على ميه والقمر عايم على ميه، ففيه بين القمر والشمس ميه. فكل ما الشمس تبتعد عنه هتضرب نورها عليه برضه. ليه؟ لان الميه اللي بينهم هتعمل عمل العدسه المقعره،
فهتخلي قرص الشمس باصص للقمر زي ما هو باصص علينا بالظبط. نفس اللي بيحصل معانا هيحصل مع القمر، فهي تبتدي الشمس تبعد كده، هي بصله دلوقتي، إلى أن تكون في مستواه، لأن هينطبق عليها مع قانون المنظور برضو. يعني قانون المنظور ده مش للأرض وبس، لا ده للقمر كمان. بعد حوالي 90 درجة هنلاقي الشمس نزلت بقت في مستوى القمر اللي هو تربيع الأول، هتبقى نزلت فيما يرى الناظر لو في حد يقدر يقف على القمر، لكن ده استحالة ما حصلش ومش هيحصل. طب وبعد كده بعد التربيع الأول بعد 90 درجة هتبتدي تنزل برضو، ولكن ببطء أكتر، تنزل ببطء أكتر. طب هتنزل لحد ما تبقى تحت منه؟ لا استحال، مش هتنزل لنا على الارض يعني، لان الارض مش كور. فبالتالي عند اقصى بعد ليها بعد 180 درجة ايه اللي هيحصل؟ القمر هيفضل ثابت زي ما هو كده بشكل مسطح على الارض؟ لا، هنلاقيه عمل ازاي؟ هو كده جاي مسطح اهو، عشان الشمس تنوره كامل كامل الاستدارة في ليلة 14 هنلاقيه ميل عمل لها كده. فاحنا نشوفه منور كامل عامل كده بعد ما هو يميل، يعني في ميلان كده، يعني لما يبقى باصص لينا بشكل مسطح كده هيقوم مايل عليها كده، والميلان ده في بداية الشهر وفي كل أوقاته في كل المنازل بتاعته. ليه؟ لأن لو الشمس عالية كده هتتأخر عنه في الإضاءة، فبالتالي إيه اللي يحصل؟ بيقوم رافع لها نفسه شوية كده عشان تعرف تنوره، فالهلال يظهر في ميعاده. وإلا لو فضل ثابت بشكل مسطح كده كده الشهر هيتأخر، لازم الشمس تتقدم أكتر وأكتر، أكتر من 7 درجات بقى عشان تعرف تنوره. الشهر مش هيبقى 29 أو 30، لا ده كده هيبقى 27 أو 28. فهو بيرفع نفسه للشمس لو الشمس عالية في بداية الشهر، وبيخفض نفسه للشمس لو الشمس واطية، ارتفاعها واطي. وهنشرح ده بشكل نظري، طبعا انا عشان منور فمفيش حاجة باينة، ولكن لازم اضلم، لازم الكشاف ده ما ينورش الاجواء كده. ليه؟ لان زي ما قلنا ان السماء اغطش ليلها، فهي الشمس ما بتنورش الاجواء حواليها، فبالتالي انا لازم احاكي السماء. فانا هجيب ماسورة كرتون اغطي بها الاضاءة، وتبقى الاضاءة خارجة بس من فتحة الماسورة، واضلم عشان نقدر نشوف هل فعلا المنازل القمرية هنشوفها ولا لا. هنا كده المفروض ان المجسم للقمر في ايدي، واللي على اليمين منور ده الشمس، كده محدش شايف القمر. المفروض ان الشمس هتبتدي، هي كانت فوق منه هتبتدي تبعد، فانا هبعد شوية بالتليفون عن مصدر الاضاءة. فهي اما تبتدي تبعد هنبتدي نشوف الهلال. تبعد اكتر نلاقي
الهلال بيزيد اكتر. تبعد اكتر، لا الهلال بيزيد اكتر. وهنلاحظ ان الاضاءة، عشان انا مقلل الاضاءة خالص ومحاكي السماء اغطش ليلها، مش باين غير ايدي بس. ولكن لو في وسيلة ان انا اخلي القمر لوحده كده، ما كناش هنشوف بقية القمر. هو فعلا بقية القمر مش باين، الشمس تسبقه اكتر واكتر، نلاقي هو كده في التربيع الاول، تسبقه تاني، نلاقي الإضاءة بتزيد. أكتر وأكتر إلى أن يصل قمر 14. وعشان يعمل كده لازم يميل، لازم يبقى فيه درجة ميلان، وهثبتها لحضراتكم نظريا، لكن خلينا دلوقتي في الشكل العملي. كده الشمس قدامه بالظبط، بس هو مش عامل كده، هو بيبقى موطي كده واحنا باصين عليه من تحت. هيبتدي بقى يتقلص من اليمة التانية. اهو داخل على التربيع التاني، اهو عكس الهلال في آخر الشهر. إلى أن يقترب من الشمس فينطفئ ويجي قدام الشمس.